شاهدوا معي هذا الفيديو. نعم، ما ترونه صحيح. هذه جثة طفل ملقاة على الأرض. لما هي ليست في المستشفى؟ لأن ثلاجة الموتى في المستشفى الموانئ التعليمي بالبصرة مقفلة. ظلت الجثة في الحر في الشارع لساعات، وسبب غياب المشرف على ثلاجة الموتى في المستشفى كالمعتاد، مثل ما يقول مغردون عراقيون. تابع الفيديو صوتا وصورة. حتى الميت رأه شيء غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق من عدم احترام حرمة الميت، فإكرام الميت دفنه لا أن يرمى في الشوارع، خاصة أن هذه ليست الحادثة الأولى، غيرها كثير. قبل أشهر قليلة مشاهدينا، صور رجل هذا الفيديو لجثة تخصه من أهله، مرمية أيضا ولم توضع في ثلاجة الموتى. نتابع ما قال حينها. هاي جثة المستشفى التعليمي بالبصرة، جثة خاصة بي، يعني إلي بدون مسميات. هاي الجثة من البارحة الساعة بالواحدة ونص لحد الآن بدون ثلاجة. والله الثلاجة عاطلة مال المستشفى مال التعليمي. يعني هسه منو اللي يصدق مسولفه؟ منو سولفه مثلا؟ حتى بدول العالم راح تضحك علينا من تسمع هذا المقطع مال الفيديو. وصف الصحفي عمر الفيديو بالفضيحة. فضيحة مستشفى الموانئ التعليمي في البصرة تستدعي فتح تحقيق فوري مع إدارة المستشفى ومحاسبة المسؤولين كافة. طفل يتوفى ويبقى في العراء لساعات لأن ثلاجة الموتى مقفلة وصاحب المفتاح غير موجود. هاي وين صارت؟ وفعلا أصدرت دائرة الصحة في محافظة البصرة بيانا قالت فيه إنها فتحت تحقيقا لمتابعة التقصير وعدم تكراره، لكن غضب العراقيين مستمر مع تردي القطاع الصحي في العراق لهذا الحد. غرد حميد ناصر على تويتر وقال: بهذه الطريقة يتم التعامل مع الأموات في مستشفى الموانئ في البصرة، هذه تصرفات من يدعون الإسلام، والقرآن ذكر أن إكرام الميت دفنه. سؤالي: أين واردات الموانئ والنفط والضرائب من منافذ الحدودية ومخصصات وزارة الصحة والمستشفى؟ لا يوجد بها ثلاجة لحفظ الموتى. وفارس علق ساخرا على الفيسبوك: همزين مخلين الكرتون جواه. بينما دعت نادرة إلى تسليط أشد العقوبات على المقصرين. جريمة أبو المفتاح والمستشفى يستحقون المؤبد وقبلها ألف جلدة. شنو هالإجرام يا رب؟ تعبت نفسيتي من هالأخبار. شاركونا بآرائكم، هل سيحاسب المقصرون فعلا أم سنشاهد حالات أخرى مشابهة أمام حالة الإفلات من العقاب؟